بعد الديناصور؟ احنا عايزين بقى نتجاوز الكلام، نتجاوز النقطه دي بتاعت الكلام بقى. لا خلاص انت ما عندكش الشجاعه تجاوب اصلا. اتفضل يا جورج، اهلا بيك. عامل ايه؟ سلام الجدع. في الديناصور شك يا اخي، الديناصور تعب. في الديناصور شك، لقد جئتم شيئا ادا. الديناصور عامل ايه يا حبيبي؟ سلام الجلد عليكم. زي ما انت شايف. هو المؤمنين دول عندهم حاجه غريبه جدا انا مش قادر افهمها، بس تقريبا هو ده عارف اللي هو ايه، بيعمل فليب للسويتش كده. اول ما يتزنق، اول ما يتزنق في اي موضوع، انت قاعد دلوقتي بتتكلم عن في دلوقتي في النار والرحمه والخرى والهباب المسيح ده، اول حاجه يقول لك طب لو ما فيش ربنا امال انت مين اللي خلقك؟ هو احنا بنتكلم في ربكم دلوقتي؟ احنا بنتكلم في مين اللي خلقك دلوقتي؟ هو ده الرد اللي هو ايه الديفولت بتاعه. انا عامل زي كده لما كنت جايب جهاز غبي في زرار واحد، تروح داس على الزرار ده قال الكلمه دي في وشك بس. هو امال مين اللي خلقك؟ مفيش علاقه، مفيش علاقه اصلا بموضوع مين اللي خلقك ولا مين اللي نايلك ولا مين اللي خلقك كون ولا احنا جينا هنا ازاي وكل هذه الاسئله الوجوديه، بموضوع ان انت يا ابن لعبه بتدعي ان انت عندك اله، وهذا الاله ابن الشرموطه عمل لنا جنه ونار، وان هذا الاله عنده رحمه. ايه علاقه ده بمين اللي عملك ومين اللي ما عملكش؟ انا بكلمك في الخرى اللي عندك انت. موضوع النهارده موضوع مستفز جدا وفي منتهى الغباء، ومعرفش ازاي واحد عندهم ممكن يكون بيفكر بيوزن المعادله ان هذا الاله يتقال عليه رحيم وفي نفس الوقت عامل اعد نار هي وقودها الناس والحجاره. ده الايه اللي هي بتقول لك ايه، لو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس الجنة. يا ابني الأحبة أحبة يقول لك أنا أقدر لو أنا بمكاني أنا كان ممكن أهدي الناس كلها، بس أنا عشان قلت كلمة أنا مرجعش فيها أبدا. مرسي الزناتي عارف اللي هو قلتها ليه؟ قلتها ليه؟ أنت قلتها عشان ضربة عينك الشيطان. حق القول مني ليه؟ حق القول منك. طب تعال نرجع لورا، لما حق القول منك كنت بتعاطي حاجة يعني سبحانك؟ لما حق القول ما كنتش قلتها لما انت كان نفسك ان انت ما تعملهاش. طب ما كنتش قلتها؟ لا بس انا يا لا والله طلعت من بوق. لا والله ما ترجع خلاص، حاجه بنت وسخه. الفكره بقى نفسها فكره اللي هو ايه، انا هعمل. هو اصلا فكره العقاب دي عند البشريه ظهرت ليه؟ ليه في عقاب؟ هل العقاب لمجرد الانتقام، ولا العقاب بحسب بقى المفاهيم الحديثه بقى بتاعت يعني حقوق الانسان والهباب المسيح اللي هم مش قادرين يفهموه، ان العقاب ده هو حاجه توجيهيه؟ حتى السجون المصريه مثلا، بلد وسخه زي مصر، مكتوب عليه ايه؟ السجن تاديب وتهذيب واصلاح. ليه؟ انت عملت حاجه غلط انا بسجنك عشان خاطر اصلح سلوكك عشان ما تعملهاش تاني. فهو ده الهدف من العقاب، ان انت بتصلح سلوك الانسان عشان ما يعملهاش تاني. حتى لو افترضنا ان هو الموضوع مجرد الانتقام، فالمفروض الجريمه العقاب على قد الجريمه. ده لو انت هتعتبره انتقام. لو انت هتعتبره تهذيب وتاديب واصلاح، يبقى المفروض ان انت في فرصه تانية بعد كده. انا انت عملت كسرت اشاره المرور، ادفع غرامه. ليه؟ عشان ما تكسرهاش تاني. طيب النار دي بقى لازمتها ايه؟ هل هي عقاب انتقامي؟ ماشي، واحد عمل 1000 خطا في حياته، يبقى المفروض يتعاقب على قد ال1000 خطا؟ لا، ابديه لا تنتهي، عمال يتشوي فيها وبدلناهم جلودا اخرى ليذوقوا العذاب. طب يبقى كده العقاب مش على قد الجريمه، يبقى انت ابن متناكه. ده اولا يعني بالظبط. الحاجه الثانيه بقى لو هو اصلاح، طب اصلاح طب ايه يعني؟ ايه هيدخل النار مثلا يتعذب شويه ونقول له ما تعملش كده ثاني يا حماده، في فرصه ثانيه يعني بعد كده؟ لا مفيش فرصه ثانيه. يبقى ايه الهدف منها اصلا؟ ايه الهدف منها ان انت عاملها ليه النار دي؟ لا هي تاديب واصلاح ولا هي عقاب على قد الجريمه. فحاجه غريبه جدا. هي منياكه، هي دي اسمها منياكه، وساعات بتبقى منياكه بسكر او منياكه ناشفه. انا حاسس ما انت شوف انت يعني لا بتاعها ايه. هو الفكره كلها ان هو عايز يعمل رعب لمجموعه معينه من الناس عشان يسمعوا كلامه. والموضوع بدا معاهم من ايام كابتن جيسوس اللي هو النار الابديه المعده لابليس وملائكته من قبل تاسيس العالم. مالها دي؟ اللي مش هيسمع كلامي هرميه فيها. ليه؟ لا بس انا بحبك. تعرف احلى؟ اكيد تعرفها. ليه؟ لان انت لو ما تعرفهاش مش هتعمل الكلام ده. انا بحبك حلو، طب انا ما بحبش دين امك، انا مش طايقك، فانا اعمل ايه دلوقتي حضرتك؟ لا لو ما حبيتنيش زي ما انا بحبك هنيكك. لا نعمل حب، ده احسن قصه حب يعني. قصه حب غريبه جدا.
اللي هو الحب اللي بالعافيه، انا بحبك وغصب عنك لازم تحبني وتقول لي ان انت بتحبني، يا اما همسكك وولع فيك عذاب ابدي لا ينتهي. اوسخ قصه حب في الدنيا، محدش بيعمل كده، مفيش حد عاقل بيعمل كده، هو مش عاقل، هو الجدع ده مش عاقل خالص يعني. قصه حب غريبه، يا اما تحبني يا اما اعذبك واطلع دين اللي مخلفينك وتفضل بقى ابديه عمال الدود ياكل فيك والنار تولع فيك وكل جسمك ما يخلص يجددوا لك تاني عشان تتعذب تاني. ليه بعد كله لك ما انت اللي اخترت؟ انا ما اخترتش اكل سمك، انا اللي اخترت ده اللي هو امتى؟ لو انت جيت عرضت عليا من الاول، بص يا عم احنا هنخلقك وقدامك بعد ما تتخلق الاختيارات دي، ساعتها انا تقول لي انت اللي اخترت. لكن انت ما انت ما سالتنيش قبل ما اجي، انت قلت لي ان انا اجيبك في حياه فيها الاختيارين دول بس، لا انت ما سالتنيش يبقى مش انا اللي اخترت. هقول لك على حاجه مفاجاه، هقول لك على مفاجاه في الاسلام عندنا. هو سالنا لما كنا كبار ادم اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهريه من ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لهم ان تقولوا يوم القيامه إن كنا عن هذا غافلين، عشان ما تقولوش إن إحنا كنا غافلين عن هذا. يعني ما كنا. أنت من كده ما أنا نسينا بعد ما سألنا. تبي بسألتني ليه لما أنت هتنسين؟ ما عشان هو بيقول لك أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، طب ما إحنا فعلا كنا عن هذا غافلين. لأن هو نفسه هو نفسه بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وده المفروض إن هو بيحاكمك عليك إنه عقد، يعني أنت خليت بشروط العقد. طب أول حاجة في شروط العقد إن أنا يبقى معايا نسخة من العقد ده. ان انا ابقى مضيت عليه بارادتي. هو انا في ظهور ادم هو مفيش حاجه اسمها كده اصلا، يعني بيولوجينا الكلام ده كله بخمتريش، بس انا هفرض معاك فور ذا سيك اوف ذا ارجيومنت، يعني ان انا كنت حيوان منوي في ظهر ادم، فانا كده هل انا معايا نسخه من العقد؟ هل كنت واعي ان انا؟ طب خلاص انا واعي دلوقتي، انا فقدت وعي، يبقى لا احاسب. اي حد بيفقد وعيه لا يحاسب على الجريمه. يعني لو واحد النهارده عمل حادثه وفقد ذاكرته لا يحاسب على جريمه ارتكبها قبل كده، لانه خلاص ما بقاش هو نفس الشخص. فانت جاي تحاسبني عشان انا كنت حيوان منوي راسه ديل؟ خلي بالك انا غير المراه خالص، ما فيش داعي، مفيش داعي للبويضه، احنا مش عايزين البويضه. احيانا المنوي ده ممكن يبقى لوحده كده انسان، يعني مش محتاج هو نزرعه، يعني نزرعه في غير حدس ولا حاجه. جهل، شويه جهل. بمناسبه نزرعه هخلقك وانت بقى اللي تختار، هتروح بقى النار دي وتقعد بقى تتعذب فيها نهار وليل، بس هو رحيم. طب يا ابني الأحبة، انا ده السؤال ده سالته لابو عيسى وانا وعدته ان انا هناكل نمله وهيحصل، هنساله دلوقتي فور ذا سيك اوف ارجيومنت برضه. انت رحيم، امشي معايا في السيناريو ده، وبتحب الناس ومش عايز ان انت تاذي حد منهم، وهم اولاد الوسخه اللي اولاد وسخه وبيختاروا النار بمزاجهم، تمام؟ طب مش انت عارف من قبل ما تخلق جورج ان هو هيقول لك ايه اللي عن دين امك فانت هترميه في النار؟ انت عارف. فلو انت رحيم ما تخلقوش اصلا، عشان انت عارف ان هو مش هيقبلك. لكن انت عارف ان هو هيطلع دين امك وهيشتمك ويسيب لك 50 مله وانت هترميه في النار، يبقى انت عاملها عنوه ما تخلقوش. بس انا دلوقتي لو انا بعمل مجموعه من الكائنات وعارف ان في كائن منهم بعلمي المسبق هيجري في الشارع وتخبطه عربيه، وانا مش عايز الكائن ده تخبطه عربيه، مش هعمله اصلا خلاص. انت جايب كلب حتى مش عارف، عارف ان انت مش هتعرف تربيه قوي، او الكلب ده انت شايفه كده شقي قوي وممكن يأذي نفسه، ما تجيبوش عشان ما يتأذيش قدامك او تحت عينك. انما لا، هو عارف ان احنا نعصاء وعارف ان احنا ندخل النار، ومع ذلك ابن الوسخ بمنتهى الصفاقه خلقنا برضه. غبي غبي، هو غبي. عندهم اجابه على السؤال ده. عندهم اجابه على السؤال ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لان الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عباده المؤمنين رد فعلهم على في كل الحياة دي، في كل التجربة دي كلها، بيحب أن يرى الأعمال دي منهم. فهو طالما هو بيحب كده، فما فيش حد يقدر يلومه على أن هو يخلق الكافرين، حتى فداء للحب ده، يخلق الكافرين تكلفة للحب ده، كتكلفة للحب ده، لأن الحب ده حبه للأفعال الخيرة من المؤمنين، واللي هي بتكون رد فعل أحيانا للأفعال السيئة من الكفار، بتخليه يخلق كفار. انت فاهم الإجابة دي؟ لا
والله بيقولوا كده بالظبط زي ما قال لك ايه اللي هو يعني في العهد القديم يقول لك انا قسيت قلب فرعون ليه؟ عشان اتمجد فيه عشان اتمطع فيه. انا كان ممكن اخليه يطلعكم كده بس لا انا هقسي قلبه ليه؟ عشان اظهر اعمالي فيه. ناقص ابن وسخ انت مش عارف تظهر اعمالك غير ان انت تجيب واحد تمرمطه وتطلع دينه وتبهدله عشان خاطر انت نفسك تطلع على المسرح وتاخد اللقطه. على فكره انت اله كان ممكن تاخد اللقطه باي طريقه تاني، يا اما بقى تبقى انت زيك زي البشر وعاجز وما بتعرفش تاخد اللقطه فمضطر ان انت تجيب كائنات تتعس حياتها وتتعس اخرتها عشان خاطر تاخد اللقطه او عشان خاطر تاخد حاجه انت بتحبها. خد لك مصاصه قصمك اللي تجيب واحد تتعسه في الحياه وترميه في النار ابديه يتعذب فيها عذاب لا يطاق، وبدلناهم جلودا اخرى ليذوقوا العذاب وحميم وزقوم ومش عارف ايه عشان خاطر انت كان نفسك تشوف من محمد من 2000 سنه تشوف محمد بيتعامل ازاي مثلا مع جورج الكافر الملحد مثلا. يعني هو ده اللي اتبسطت يا قصمك خلاص كده ده ارتحت، وانا بقى ايه اتعذب بقى الابديه عشان خاطر انت كان نفسك تشوف حاجه؟ لا قصمك بصراحه. الحاجه بقى الاخيره ان هو الجدع ده بقى يمشي بقى معاهم طول الفيلم ده بقى، هو عنيف وابن وسخه وهو عايز يملى النار ما تفهمش ليه، وهو بيتلذذ بتعذيب الناس وبيتفنن في سرد طرق التعذيب. يا راجل ده الجنه ما عرفش يوصفها زي ما عرف يوصف النار ليه؟ اصل الجنه برضو اللي هو ذا بليجر هاز ا ليميت، في ليميت يعني لو انت عشان تبقى بحاجه في ليميت اللي هو ايه اقدى حاجه هو قالها في البليجر بقى قوي نهر لبن ونهر عسل ونهر احا واتنيك 70 سنه واتنيك 70 حريه وبعدين في ليميت، انما العذاب ملوش ليميتس. العذاب اللي هو ايه ممكن تزيد على العذاب عذاب اكتر، يعني تكفر دين ام الناس تطلع دين ابوهم وتخليهم يتعذبوا عذاب لم يتخيلوه قبل كده. فعشان كده تفنن في وصف النار اكتر ما تفنن في وصف الجنه. بعدين دي اللي بتجيب نتيجه اكتر، الموضوع الترهيب ده بيجيب نتيجه اكتر بكتير جدا من الترغيب. انت ممكن النهارده تروح لواحد في السويد مثلا تقول له مش عارف هدي لك شويه ظل ونهر عسل ونهر لبن، هيقول لك خد نهر ايه وبتاع وبنات حلوه شقره وبتاع، ما هو عنده بنات حلوه عشان انت عندي امك انت عندك انت تقدمه له. لكن تقدر ترعبه تقول له بقى هتتعذب وجلدك يتحرق ومش هو ده اللي ممكن يجيب نتيجه مع الناس. عشان كده هو تفنن في القارت ده وهو بيخترع لنا الشخصيه اللي اسمها ابو عيسى دي. الحاجه بقى الاخيره اللي انا بحب اطمن بيها اخواننا الملحدين على باسكال ويجر، مش في باسكال ويجر بقى اللي هو ايه كلام باسكال هتطلع فيه ربنا وهياخدك بقى يرميك في النار وبتاع، ما تقلقوش خالص انتوا بس تعالوا لي في الوقت ده لان الراجل ده عبيط جدا يعني بناء على السرديه الاسلاميه او السرديه المسيحيه الراجل ده مفيش اعبط منه. فانا ممكن اقنعه ان هو ابن وسخه واقنعه ان احنا كويسين وندخل الجنه، واقنعه بقى ان العالم اللي كانوا بيصلوا ويصوموا دول ولاد احبى ويدخلوا النار. انا كفيل ان انا اعملها. ده رهان جورج، ده رهان جورج. رهان جورج اوكي، في رهان باسكال في رهان جورج خلاص. يعني نبقى نجي لك في الاخره بس تعالوا لي بس اسالوا عليا فين هتستنانا فين؟ هستنى عند شجره البتاع دي اللي اسمها ايه سدره المنتهى، عند السدره عند السدره كده. ساعتها دخلت عليه واللي هو ايه ظبطته وقرطسته على الاخر وخدته على حجري ونيكته النمله، وبقى هو جاهز ان هو يعمل اي حاجه انا هقولها له. فاول ما اشوفكم اقول له حبايبهم يلا دخلهم. وبعدين ولاد الوسخ دول بقى كانوا بيصلوا ويفلقسوا وبتاع، دول عيال اصلا بنت دين كلب وكانوا بيشتغلوك وكانوا اصلا واخدينك بقى اللي هو رهان، اللي هو طلعت موجود ماشي ما طلعتش موجود بيستعبطوك. على الاقل احنا قلنا لك انت مش موجود عشان ما شفناكش. ما بس في حاجه يا جورج في الحكايه، انت هتبقى مستني في الاخره وكده، عايز انبهك على حاجه في البعث، حاجه مقرفه شويه. يعني المفروض ان يبقى في فرصه بعد ما نقوم من القبور ان احنا نستحمى، لان احنا اصلا في الاسلام يعني ما اعرفش المسيحيه ايه الحكايه، ان احنا ان ربنا بينزل على الارض لمده 40 سنه ماء كمنية الرجال عشان تنبت منه اللحوم بتاعتنا، فاحنا بنبقى متعصين الحاجات دي. يعني بيقولوا ايه ده؟ واذا اراد الله اخراج الورى بعد الممات الى المعاد الثاني القى على الارض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا فوقها عشران، يعني 40 سنه. وبسبب ده استناد للحديث النبوي اللي بيقول ان الله هينزل المطر اللي هو ابيض غليظ ده كمان يرجع.
انت مش واخد بالك ان كلها عشرات كلها برايز. البرايز دي بتاعت مين بقى؟ بتاع القايمة فعلا كده 10 و10 فوق 10. بس انا اول مره اخد اخد بالي من المغزى. اربع برايز. مين بقى اللي هيضرب الاربع برايز دول؟ ربك سبحانه وتعالى. ابو عيد انا بقى اقنعه ان هو ما يضربش الاربع برايز كمان. هو عبيط. انا بقول في ولا هنا بيقول لك انت شفت الديناصور؟ انا شفت الديناصور، شفت الهيكل العظمي بتاعه كامل وكذا واحد وكذا نوع. انت بس لما رحتش متحف التاريخ الطبيعي يعني، فابقى روح هتلاقي تشوف الديناصورات هناك، ما تقلقش. يا عيني بيتعبونا قوي بتاع ان هم الناس كلام يا باشا. شفته في الفيلم. معلش معلش حاضر. تيجي العربيه دلوقتي، زمان سعديه جايه. ماشي يا احمد بيه. لا لا الله يخرب بيتك. نسمع ابو عيسى بطل موضوع العشرات ده عشان عيب والله. اوكي. صح صحيح.